السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو هذا الدراري غيكون عندنا مهنه لاعب في الدوري المغربي وغيكون الموسم الثاني مع الرجاء. فكنا بدينا الخوت الموسم الثاني مع الرجاء، لعبنا 5 جولات الدوري المغربي. فغنبداو الدراري من 5 جولات وحنا طالعين الدراري حتى نساليو الموسم مع الرجاء. فغيكون الدراري هذا الموسم الدراري عباره على الموسم ديال 2023 2024. غيكونوا جميع الفرق اللي تاهلوا الخوت كاليوسفيه برشيد وكذلك الزمامره، وغيكونوا جميع الانتقالات الخوت للرجاء ولا الوداد ولا جميع الفرق المغربيه. فبلا ما نطول عليكم اكثر، اللي مازال ما مشترك يشترك معنا وعطيونا لي لايك ديالكم باش تقترح هذا الفيديو هذا، ونتلاقاو بعد الانترو. لكن قبل ما نبداو الدراري غنطلعوا التعليق ديالكم عندنا. اول ديديكاس لناس طنجه، ديديكاس لكم في هذا التعليق هذا، وعندنا ديديكاس ليحيى، ديديكاس لك في هذا التعليق، وديديكاس لناس طنطان، ديديكاس لكم في هذا التعليق هذا، وعندنا ديديكاس ناس ديال اسفي، ديديكاس لكم. واي واحد الخوت بغى يتلعق لي التعليق ديالو في كل فيديو كنطلع على بعد التعليق، فمرحبا بالكل. اذا كما كتشوفوا الخوت كنا تخطينا حتى الجوله الخامسه كما قلنا في الاولى الدراري في هذا الموسم، هذا الموسم الثاني. واخر مباراه اللي لعبناها مع الحسنيه وربحت الرجاء الدراري 3-0 كما كتشوفوا. دابا غنمشيو ديريكت الدراري ونشوفوا اللاعب ديالنا اللي غنبداو بهذا الموسم، هذا الموسم الثاني كما كتشوفوا الخوت. فراي قلتوا الخوت شيئا ما كيشبه لي كما كتشوفوا هنا، فوصل الطاقه ديال 94 سي اف الدراري بالاسم ديالي. لعبت 6 المشاركات كما كتشوفوا هنا، 4 الاهداف اللي ماركيت وصناعه الاهداف 6.4 تصنيف المتوسط لدى اللاعب. اذا راس الحربة الخط الطاقة 94. دابا غنمشيو ديريكت نشوفوا الخطة ديال الفريق ديالنا الرجاء الخط. كما كتعرفوا الدراري بنفس الصفقات اللي جابت الرجاء هذا الموسم هذا، ومنهم الدراري عمر ورضا الخط كما كتشوفوا، اللاعب اللي انضاف للرجاء. كاين الدراري حاضر هنا في التشكيلة ديال الرجاء. اذا كما كتشوفوا الخط هذه هي التشكيلة ديالنا والتشكيلة ديال الرجاء. اما دابا الخط غنمشيو ديريكت هنا ونشوفوا الجدول المباريات كما كتشوفوا الدراري. غنشوفوا المباريات الخط من البداية، وحنا ما جينا الدراري حتى اخر مباراة الجولة الخامسة. اذا اول مباراة كانت لعبتها الرجاء مع المغرب التطواني وتغلبت 2-0. ثاني مباراة مع المغرب الفاسي تغلبت للرجاء 3-1. ومباراة الثالثة دخلت مع الجيش الملكي تغلبت الرجاء، وكذلك مع الزمامرة تغلبت الرجاء في الجولة الرابعة. ولهنا الدراري الجولة الأولى من دوري الأبطال كما كتشوفوا تغلبت الرجاء 2-0. وكذلك الجولة الخامسة كما كتشوف الخوت مع حسنية أكادير تغلبت الرجاء 3-0. أما دابا غيكون عندنا مباراة مع النصر السعودي الجولة الثانية من دوري الأبطال كما كتعرفوا، الرجاء كتلعب فهنا الخوت الدوري الأبطال ديال آسيا. إذا الخوت ونختموها بمباراة الدراري ديال الفتح هنا مع الرجاء. دابا غنمشيو ديريكت نشوفوا هنا الخوت، هنا الترتيب ديال الدوري المغربي كما كتشوفوا. الرجاء هي الاولى، لعبات الدراري 5 الجولات فغلبتهم كاملين عندها 15 نقطه، وفنا في المركز الثاني اللي هي بركان كذلك 15 نقطه، والوداد في المركز الثالث. اما دابا غنمشيو ديريكت الدراري هكا نشوفوا الخوت الرسائل واش لاعبين هذا الماتش هذا مع النصر السعودي. اذا ستبدا المركز بالمركز لاعب وسط مهاجم، غنلعبوا اساسيين في هذا الماتش هذا، ما علينا الا نتوجهوا للمباراه ديالنا مباشره. اذا هنا الرجاء النصر السعودي الجوله الثانيه من دوري الابطال، ما علينا الا نديروا ركله البدايه. مشاهدينا الكرام في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير، واهلا وسهلا بكم معنا في هذه المواجهه. اليوم تبدا الجوله الثانيه من مرحله دور المجموعات، وبطبيعه الحال مباراه مهمه جدا، قد يحسم فيها تاهل للفريق الفائز. 6 نقاط سيكون في وضعيه مريحه بصراحه في هذه المجموعه، بينما خساره مباراه اليوم قد تعني مشاكل كبيره وقد تعني توديع البطوله بشكل مبكر. اذا على بركه الله الخوت كتنطلق هذه الكره، غادي نحاولوا الدراري نفرضوا راسنا في هذه المباراه هذه باش يعتمد علينا المدرب طيله الموسم كما كتشوفوا. اذا عمر ورده كتلقى كره طويله، الله هنا هجمه رجاويه، نحاولوا نجيبوا الهدف الاول. لاعبين الدراري في الارضيه ديال الملعب ديالنا مع النصر السعودي. اذا هذه الكره باس طويل كما كتشوفوا هنا، حدراف الخوت بهذه الكره هذه، نحاولوا نطلبوا باس، لكن الخوت كضيع الكره هذه على الرجاء. مره اخرى الدراري وصلنا الشوط الثاني، مازال النتيجه 0-0. ريال حاول تخرج اسيست، لكن الاسيست بالغلط، الدراري كتمشي عند فوفانا وكتضيع الكره هذه مره اخرى. اذا هنا هجمه رجاويه، نحاولوا الدراري نجيبوا الهدف لما لا، قدرنا هنا مره اخرى نحاولوا الدراري نطلقوا هكا نطلبوا باس. هذه دائريه حط، لكن كتضيع الكره هذه الخوت كما كتشوفوا. اذا هنا هجمه نصراويه، الدراري باس ديال كريستيانو كيحطوا الهدف الاول، للاسف تمرك علينا الهدف هذا الخوت دقيقه 75. اذا هذا هو الهدف الدراري ديال النصر كما كتشوفوا هنا، باس الاسيست ديال رونالدو مباشره في شباك زنيتي. اذا ما بقاو له الدراري صاله الماتش على ما اظن، اخر محاوله للرجاء نشوفوا واش نقدروا نجيبوا التعادل ولا غيكمل الماتش بهذه النتيجه هذه. يلا نحاولوا نضغطوا، يلا ضغط، لكن الدفاع الدراري ديال النصر السعودي كيخرج هذه الكره هذه وكتضيع صاله الماتش على اثر النتيجه هذه 1-0. الخطو خسرنا 3 نقاط مع النصر في الجوله الثانيه من دوري الابطال. اذا هذا هو التصنيف ديالنا الخط كما كتشوفوا، احنا في المركز الثالث عندنا 3 نقاط. اذا احصائيات اللاعب، لعبنا 7 المشاركات ماركين 4 الاهداف وجوج صناعه الاهداف. دابا الخطه يكون عندنا مباراه مع اتحاد طنجه، اذا الدراري لاعبين اساسيين مع اتحاد طنجه. اذا اتحاد طنجه الرجاء الجوله السادسه من الدوري المغربي، ما علينا الا نديروا ركله البدايه. مشاهدينا الكرام قبل انطلاقه المباراه
أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء من إذن على بركة الله الخوت كتنطلق هذه الكرة، هذه لاعبين في الملعب ديال اتحاد طنجة الدراري نحاولوا نجيبوا ثلاثة نقاط، لما لن بينوا راسنا الخوت في هذه المباراة هذه. وباش يعتمد علينا المدرب كما كتشوفوا في الموسم كامل مع الرجاء نكونوا في التشكيله الاساسيه. يلا نحاولوا الدراري نشدوا البوز ديالنا هكا، نحاولوا الخط ندخلوا مباشره كنقطع الكره هذه. يلا مرتده هذه نطلقوا باس الدراري هكا ونهربوا مباشره. اذا هنا مرتده الدراري تفوق عددي الفريق الرجاء، لكن الدفاع ديال اتحاد طنجه كيتدخل هنا وكيخرج الكره هذه. يلا نهجم رجاوية مرة أخرى، باس ولا أروع، نايف سفيان بن جديدة كيسدد لكن العارضة الخط كتمنع الرجاء من هدف التقدم. هنا كرة رجاوية مرة أخرى، نحاولوا الدراري ندخلوا في العمق هكا، حنا في التسلل نحاولوا نرجعوا هكا مرة أخرى ونطلبوا كرة. هنا الرأسية ديال سفيان بن جديدة كماركي الهدف الأول للرجاء بهذا الرأسية ديال الخوت. إذا 1-0 الرجاء على اتحاد طنجة في الدقيقة 26 فقط. إذا هنا كرة الدراري رجاوية كما كتشوفوا نحاولوا ندخلوا في العمق هكا ونستلموا، هنا ما كاينش تسلل هنا نحاولوا نشوطوا دائري هذه الكرة هذه، لكن العريضة كتحرمنا الخوت من الهدف الثاني والهدف ديال الشخصي الأول. هنا كرة رجاوية مرة أخرى، نحاولوا ندخلوا الدراري في العمق ونطلبوا كرة. لا زالت نحاولوا نحتفظوا بالكره الدراري هكا ودائريه للشبكه، لكن كتضيع الدراري الكره مره اخرى. هنا الدراري هجمه رجاوية كما كتشوفوا هنا مرتده للرجاء، نحاولوا نطلقوا باس. يلا هذه خاصها تحط في الشبكه، يلا حطوا الهدف الثاني للرجاء الدراري، 2-0 على اتحاد طنجه في الدقيقه 62 كما كتشوفوا هنا. اذا في هذه اللحظه هذه الدراري كنخرج مباشره وغيدخل الزرهوني في المكان ديالي الدراري في قرار ديال المدرب. كما كتشوف الخط انتهت هذه المباراه هذه على النتيجه ديال 2-0 كما خلينا الدراري وخرجنا. اذا ثلاثه نقاط مهمه لاتحاد طنجه في الملعب ديالو. اذا الخط هذو من نتائج الجوله السادسه كما كتشوف تغلبنا على اتحاد طنجه، وهنا الصداره ديال الدوري الدراري الرجائيه اللي كتسيد هذه الصداره هذه ب 18 نقطه والمركز الثاني البركان. اذا الخط لعبنا 8 ديال الجولات ما ماركيناش في هذه المباراه هذو. اما دابا الخوت يكون عندنا المباراه مع المغرب التطواني في كاس العالم. اذا الدراري غنديروا التالي، ما لاعبينش هذا الماتش هذا، وغنشوفوا النتيجه كما كتشوفوا هنا. الخوت تاهلت الرجاء بنتيجه 1-0 وتاهلت الربع النهائي ديال كاس العرش على المغرب التطواني. اذا هذا هو الجدول كما كتشوفوا، الرجاء غتواجه الزمامره في دوري الربع على الخوت ديال كاس العرش بعد ما قسينا المغرب التطواني. اذا الدراري دابا غتكون عندنا الجوله الثالثه، انا باختكور الجوله الثالثه من دوري الابطال، غنديروا التخطي ونشوفوا النتيجه فقط. كما كتشوف الخط الرجاء تغلبات 4-1 على باختكور في الجوله الثالثه. اذا هذا هو التصنيف ديالنا الدراري، حنا في المركز الاول 6 نقاط كما كتشوفوا هنا. اذا الخط كما كتشوفوا هنا ماركينا الهدف ورجعت 5. اما دابا غتكون عندنا مع المباراه مع الفتح، اذا نشوفوا الخط واش لاعبين هذه المباراه هذه مع الفتح ولا واش لاعبين اساسيين. اذا غنكونوا لاعبين اساسيين في هذه المباراه هذه، نحاولوا نبينوا في هذا الماتش اذا الى المباراه مباشره. اذا هنا الرجاء الفتح الجوله السابعه من الدوري المغربي، ما علينا الا نديروا ركلة البداية. نلتقي وإياكم اليوم في ليلة باردة حيث تلعب مباراة اليوم في أجواء غير عادية، مع أيضا توقعات ربما بسقوط أمطار في وقت لاحق. كل هذه الأمور لم تمنع الجماهير من الحضور. إذا الخوت هنا كتنطلق المباراة كما كتشوفوا الدراري ما بين الرجاء والفاتح الرباطي، نحاولوا نبينوا راسنا الخوت في هذه المباراة هذه، لأن الخوت ما سجلناش في مباراة ديال اتحاد طنجة، فاضطر المدرب باش يخلينا نريحوا، الخوت ما لعبناش في مباراة ديال أنا المغرب التطواني. يلا هنا كرة رجاوية، نحاولوا نطلقوا باس وندخلوا في مناطق العمق ونطلبوا كرة. يلا سدد مباشرة والهدف الأول الفريق ديالنا والهدف الأول ديالي الدراري في هذه المباراة هذه. إذا 1-0 والاحتفالية الشهيرة ديالنا كما كتشوفوا، ماركينا الهدف الأول في دقيقة 8 فقط. هنا كرة رجاوية مرة أخرى، نحاولوا الخط نجيبوا الهدف الثاني لمالا. يلا سدد على الطاير، هدف ولا أروع كما كتشوفوا الخط هنا ماركي جوج الأهداف دقيقة 21 فقط. وهنا الدراري كما كتشوفوا الاحتفالية ديالنا الشهيرة. إذا هنا كرة رجاوية، نحاولوا ندخلوا في العمق ونطلبوا كرة، تلقى باس هنا نطلبوا كرة مرة أخرى. إلى سدد الهاتريك، الهاتريك الدراري كما كتشوفوا هنا جبنا الهاتريك على الفتح الرباطي الخوت كما كتشوفوا هنا 3-0 الرجاء، والهدف الشخصي ديالي الثالث كما كتشوفوا هنا. يلا نحاولوا نطلبوا كرة الدراري في مناطق العمق هكا مباشرة. يلا نحاولوا الدراري ندوروا هكا الإيرتو، حط في الشبكة والسوبير هاتريك، 4 الأهداف الخوت انفجرت في هذه المباراة هذه مع الفتح الرباطي. إذا ماركينا الدراري 4 للفريق ديالنا لو سمحت النتيجة. إذا مازالت النتيجة الدراري 4-0 على الفتح الرباطي، لاعبين في الملعب ديالنا الدراري. إذا هنا كورة نحاولوا نحطوا أسيست، يلا يا حدرف سدد والأسيست الدراري والهدف الخامس للفريق ديالنا الرجاء على الفتح الرباطي. نتيجة كاسحة الخوت كما كتشوفوا هنا على الفتح الرباطي والأسيست ديالي الحدرف. إذا صبحت نتيجة 5. إذا ما بقاو لما أظن يسالي الماتش، نحاولوا نرجعوا كرة للدفاع ديالنا ونرجعوا مباشرة للهجوم.
اذا نزلت كره رجويه في هذه اللحظات هذه كيعلن الحكم على نهايه ديال المباراه ديالنا. الدراري سجلنا سوبر هاتريك وطلقنا اسيست المباراه ولا اروع الدراري قدمنا صراحه مع الفتح. اذا هذو هما النتائج كما كتشوفوا بعد ما ضربنا الفتح ب 5-0. اذا الدراري الصداره مازالت رجويه ب 21 نقطه والمركز الثاني البركان. اذا احصائيه الخط وصلنا 9 الاهداف صناعه الاهداف 5 في 10 للمشاركات فقط. اما دابا الخطه يكون عندنا مباراه مع سبورتينغ المحمديه لكن غتكون في الحلقه المقبله ان شاء الله. فإلى لقيت الدراري التفاعل على هذه السلسله هذه نحاول نحط لكم الحلقات في اقرب وقت ممكن. فشكرا لكم على الدعم. الله.